دي طريقة الأسيوطي، وصدقني في حالات كتير قوي بتجيب نتيجة. يعني حضرتك كنت عارف؟ صدقني اللي حصل لك ده حصل من ورا ظهري. أنا لو كنت فشلت معاك كان واحد غيري استلمك واستعمل القسوة معاك زي ما حصل لك بالظبط. إيه رأيك يا حسن بدل عادتك دي ما تيجي تشتغل معانا؟ مرشد يعني؟ حاجة زي كده. سيادة المقدم أنا عين للبلد مش عين للحكومة. بس حضرتك بتعرف تنشن كويس. أصلها كانت هواية قبل ما تكون مهنة. أنا كمان بعرف أنشن كويس، كنت بلعب زمان في مدة رفاعي لعبة النشال، سبت مرة علب السجاير شربتها كلها مرة واحدة. ممكن أجرب؟ هو ممنوع بس ممكن تجرب. خد بالك ها عشان الريكويل، قصدي الردة. هضرب على طول. مسدس جامد اهو. كويس. شد ايدك جامد. هاي. ازيك يا معتصم؟ اهلا يا اسيوطي. ولا لا؟ طبعا هتجوز. يبقى الاسبوع ده. يبقى مش هتجوز. يبقى تتفضل تروحني زي ما جبتني هنا. عادي طيب. عادي. زي ما اكون بتتكلمي جد. عارف سني كام سنه؟ وعارف سنك كام سنه؟ هنستنى ايه اكتر من كده؟ لما نقعد قدام التلفزيون ونفرد على ركبنا بطانيه من البرد. هو ما حدش بيقدر يتجوز الا هو قادر على مصاريف البيت. امي دبرت لك كل حاجه. وانا هبقى الصبي بتاع امك، ما تصبري. اكتر من ده صبر. وبعدين انا مستعد اصبر لغايه وقت متحدد ومعلوم. كل سنه تقول لي السنه الجايه السنه الجايه، وتيجي السنه الجايه اقلع من اللي قبلها وحالتك تتقل اكتر من اللي فاتت. الله الله جريها النو. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما اقدرش اتجوز حبيبتي وانا مش قادر افتح بيت. ايوه كده، اظهر وبان على حقيقتك. عايز تخلع سنه سنه؟ ما هو خلاص، ما انت اكلت وشربت وحضنت وبوست وكل. الله 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 الله، ده كلام يتقال برضه؟ في ناس قاعده جرالك ايه؟ لا ده انا لحمي مر والهدوء لازم. ماله بهناك؟ عشان ابويا حلاق. ها؟ ابويا حلاق؟ ضحكت عليا سبع سنين. كان زماني متجوزه ومخلفه، ان الواحد منهم يروح المدرسه. دي مصدر واحد عيلها. يا لهوي. انت قالك روح الاحداث يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. مستقبلك؟ دي مصدر واحد عندها مستقبل يا بنت الكلب. ضيعت مستقبلي. انت اللي غلطانه وتستاهل اترقبتي كمان. ده شكله باين عليه نصاب. يا مالك يا وليه ما تخليكي في حالك. مالكش دعوه بيها يا الهاني، ما قالكش حاجه غلط. انت قليل ادب. انا مش هتكلم معاك، انا هتكلم مع والدك. قوم يا بنت. ما تسيبها يا اخينا، انت عامل لي فتوح. انت مالك؟ واحد وخطيبته. خطيبتك ده ايه بعد ما بهدلتني؟ انت ما حدش مال عينك ولا ايه؟ اوعى حد يمد ايده. انا العقيد عبد الرازق حلمي محمود. قدامي قدامي. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. أنا الحارس الأمين بين يدي مولاه. ساهرا علي. ساهرا علي. قريبا من. قريبا من. ثانيا. ثانيا في ذاته. حتى لقد أطفى. حتى لقد أطفى على وجهي. سماته. سماته وقسماته. أنا صاحب فرعون. أنا صاحب فرعون. لا
بل إني أنا فرعون. عبدني الناس منذ فجر الظهور، واختلفت أسمائي باختلاف العصور. مالك حسن؟ أنا حسن بهنسي بهلول. أنا المسكين في هذا الزمان، أنا المحاط بالأوهام، أنا الذي إذا جاع نام، أنا المخدوع بالكلام، أنا السرقت يا علي، السرقت يا علي، السرقت. سرقنا بكل الأشكال يا حسن. كويس إن أبو الهول والأهرام لسه ما سرقوش. عشان دي حجارة يا حسن. هو لازم كل حاجة بلدنا تبقى حجارة عشان ما تسرقش يا علي؟ حتى الحب والروح الحلوة السرقوا علي، واخرتها علي، اخرتها ايه يا علي؟ هل الحضارات الا واحات في صحراء الجهال؟ يا عجبا، وهل كان بناتها الا بشرا مثلنا؟ جعلوا من هذه السروح الشماء قبورا لتخلد أسماؤهم على مر القرون، ويقهر مجدهم عاديات السنين. لازم تبقى الحجم العائلي. كل واحد ومقامه يا باشا، المخبرين ليهم الازازه الصغيره. ده بس من لطفك يا معلم. الزبون اللي حضرتك قصده خلاص طردناه من القهوه. الزبون اللي يجيب المباحث في رجليه ما يلزمناش. والواد ده لاقيه فين دلوقتي يا معلم؟ انا صحيح احب الحكومه، لكن احب حسن اكتر. عشان كده لو عارف مكانه مش هقول لك. معقولة تبقى ضابط وتتغلب في الطاولة؟ ايه ده حاجة بهناسي ده؟ أنا قلت أنت جايب واحدة ست تسليك وتلعب معاك طاولة، حتى دخلت السحب خايف لأحرجك، خليك بتلعب مع الباشا. في الحقيقة القعدة مع السيد الوالد مسلية قوي، بس طبعا ما أعرفش حاجة عنك خالص. تأخرت كده ليه يا حازم؟ أهو شوية كده. نجيب عشاء؟ ما تيجي نتعشى برا. لا أنا الحقيقة اتعشيت. طب نتمشى. طيب بس بشرط اعرف حبات عندكم ولا حبات هنا. مش عشاني انا عندي، ما تفرقش، عشان بس الحاج ما يقلقش. لا ما تقلقش، حبات هنا يا حسن. يبقى نتمشى. تعرف يا حسن، انا من عشاق القاهره بالليل. انا من عشاقها بالليل وبالنهار وفي اي وقت. ايه رايك يا حسن؟ انا كنت عايزك انت اللي تسالني. اسالك ايه؟ اي حاجه تعجبك. يعني مثلا انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ اه صحيح، انت مالك ومالي يا اخينا؟ عايز مني ايه بالظبط؟ انا خايف عليك يا حسن. حسن انت عندك مصدر المعلومات، ايه هو ومين هو انا معرفش، وانت خايف على مصدرك ده مننا. ماشي، بس احنا على الاقل عندنا التحقيق، عندنا سين وجيم، وبعدين بنحاول على النيابه والنيابه بتحاول على المحاكم. عمرك ما خفت على مصدرك ده من الناس اللي انتم مراقبينهم؟ محدش يقدر يوصل لنا. تبقى اهبل.
انت ممكن تعرف امكانيات البوليس بالظبط، لكن مش ممكن تعرف امكانيات المجرمين دول ولا مين معاهم ولا هم مين بالظبط. يعني بطل احلم لنفسي، احلم الحلم واكتمه. اسمع حسن، زي ما بحترم تفكيرك احترم تفكيري. هترجع تقول لي حلم تاني؟ عيب. ما اقدرش. اسمع يا حسن، معرفه المصدر مساله مهمه جدا في اقامه الدليل. يعني ما اقدرش اكتب في التحريات بتاعتي اني عرفت ده بناء على حلم واحد صاحبي. النيابه تضحك علينا. المصدر بتاعي ما ينفعش دليل في اي قضيه، يبقى دليل براءه مش دليل ادانه. قصدك ايه يعني؟ يعني اللي سمعته انا المصدر بتاعي بوظ اي قضيه. هي دي المصيبه، هي دي المصيبه. في حالات كتير قوي بيكون الالتزام بالقانون في صالح المجرم. كم جريمه رشوه خدت براءه الخطا في الاجراءات؟ قول له. كم قضيه مخدرات خدت براءه عشان هفوه بسيطه في محضر الضبط؟ وكام 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 وكام؟ قول له يا عم طلعت، قول له. سيادة المقدم، على المصدر بتاعي اللي يمكن يكون مفيد ليك ولا للمحكمة. أنا المصدر بتاعي حل. يبقى ده اسمع نصيحتي. أسمع. ما اسمعش ليه؟ لعبتك أنت والمصدر بتاعك ملهاش أي لازمة. اعتبرها تسالك. تسالك! محدش يدخل قفص الأسود ويقول ألعب معاهم شوية. معنى كده إن أنا أرضى بالأمر الواقع. لا، ارضى بقانون السلبيات وفكر. إذا كان مصدرها غير قانوني، إحنا ممكن نشوف الشكل القانوني عشان تبقى الحكاية صح. اسأل رجال القانون كيف نجعل من الحلم سند قانوني يقبل أمام المحاكم ولا يخالف نص الدستور.